الاسترجاع والارتكاز والبناء من الخلف كذلك. هنا منقولة بشكل ممتاز من زواري. كما يقول في هذه اللقطة ركلة جزاء. ركلة جزاء لفريق اتحاد العاصمة بعد عمل كرة بينية ممتازة يستقبلها أوبوكو. يحاول المرور والحارس يعرقل اللاعب أوبوكو المستقدم الجديد. وركلة جزاء وللتأكد من قرار الحكم. هنا الإعادة وهنا الحارس من الزاوية المقابلة. قد تبدو اللقطة بشكل أفضل. هي ركلة جزاء لاتحاد العاصمة من جانب اتحاد العاصمة في غياب حمزة كودري. عبد الفتاح إسماعيل بالقاسمي يتقدم مثلما تقدم للركلة الأولى في مباراة شبيبة الثورة في الدقيقة 26 ونلعب الدقيقة 27 من زمن المباراة. الهدف الأول للاتحاد. الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 27 من زمن المباراة في الدقائق 25 الأولى. وبالتالي ما يمنح متعة أكثر لهذه المباراة ويعطيها إثارة أكثر. الوداد الذي غير النهج التكتيكي من 5-3-2 إلى 4-4-2 محاولا البحث العودة عن النتيجة. كرة خطيرة وزيماموش صار يلعب في خطأ في تنفيذ التماس. هو الثاني هنا الخطورة. ماذا يقول الحكم؟ الحكم يمنح الخطأ وليست أو قرر الحكم منح البطاقة الصفراء طبعا للمدافع والخطأ على مشارف منطقة الجزاء فوق الخط تقريبا. خطأ سيكون من مكان خطير جدا لفريق اتحاد العاصمة. بالقاسمي وزواري أخصائيين ومختصين في التنفيذ من هذه الزاوية حاضرتين أقول أمام هذه الكرة. والحكم ثوبتي ينهي تنظيم الجدار الدفاعي واحترام المسافة القانونية. يتقدم زواري نفذ هذه الكرة لكن بين أرجل اللاعبين. للمرة الثانية الحارس سوفي في المكان المناسب. تصل الكرة إلى رضواني من جديد بإمكانية وبخليفة المنتقل يمينا البحث عن رضواني التوسيعة ولكن غير موفقة. تعود من جديد والحارس في المكان المناسب. ترجع له الكرة من جديد أميري. التبادل بينه وبين مسعودي. ترجع الكرة التسديدة. زيماموش بصعوبة يخرج الكرة. الحكم ثوبتي لن يتأخر في إطلاق الصافرة منهيا هذه المباراة لصالح اتحاد العاصمة.